جهازين، التسعة برو بلس والتسعة برو من شركة ريلمي، هذا 256 8 جيجا وهذا 828. خلوا لي مؤقت هذا وخلينا نفتح الصندوق لهذا الجهاز وراح نراويكم شنو محتويات العلبة. هذا أول ما نجي، طبعا هذا إذا تسألني شنو وضعيته، هذا بالنسبة لأجهزة ريلمي وكالة. أوكي أها، هذا البرو بلس، وعندك هذه هذه الحافظة الجيلاتين، طبعا نخليها على صفحة. طبعا هذا هو الجهاز، هذا الجهاز الوانه مشطبه حلوه لكن يراد هذا التجربة. هذا الكيبل، كيبل الشحن الموجود، وهذا شاحن العملاق. نعم نرفع الإضاءة. هذا الجهاز بعد التفعيل، طبعا اكو هواي سيلوني التيك توك والكواي ليش موجودة بالجهاز، عبالي جهاز مستعمل. لا هو هذا كأنما اتفاق مسبق انه شركة تخليهن بالجهاز باتفاق مسبق. هذا البرو بلس من شركة ريلمي، ذاكرة 256، رام 8 جيجا، اضافة الرام الميزة اللي مخليتها الشركة اللي هو راح تكون 5 جيجا، ضيفه مع ما بي 8 جيجا راح اضاف له 5 جيجا. هذا جهاز معالج دايمنسيتي 920، معالج حلو، اتوقع يشغل 60 فريم اللي يدور ببجي، لكن بعد التجربة راح تعرفون ايش قد يشغل هذا الجهاز. هذا بالنسبة لمن الريلمي 9 برو بلس، الريلمي 9 برو العادي بدون بلس. اذا فتحنا الصندوق فتح، هذا البرو العادي، كذلك موجودة بالحافظة، شوفوا هاي هاي الحافظة والكتيبات الموجودة بشركة ريلمي. هذه الحافظة، حافظة جيلاتين حلوة ومرتبة. عندك هذا هو الجهاز راح يطلع لنا ويا الشاحن الموجود به، طبعا نفس الألوان ما شاء الله، نفس الألوان ونفس حتى الشكل، يعني يشبهها بالشكل. هذا 33 واط، يعني البرو بلس يكون 65 وهذا 33 واط بالنسبة للبرو العادي، وهاي هي وصلة الشحن. هذا هو الجهاز، هذه هي واجهته، الأزرار الموجودة به. هنا عندك المدخل للشريحة، هنا عندك الـ USB Type C والسماعة الخارجية، وهنا عندك البصمة اللي راح تكون بالجنب، وفوق هذا فقط سماعة المكالمات أو مايكروفون المكالمات. ترتيب الكاميرات بالنسبة للجهازين، شوف هسه وياي، إذا تكمش الجهازين أكو اختلاف من تكمشهم سوا، أكو اختلاف من تكمشهم سوا. شوف هنا عندك تقريبا هذا أصغر، هذا أكبر، يعني بالشاشة هذا راح يكون أكبر وهذا أصغر. إذا تفتح الشاشة بالنسبة للجهازين، شوف هاي الشاشة أكبر، هاي الشاشة أصغر، لأن ليش؟ لأن هذا هذا مواصفاته أقل. هنا عندنا حول الهاتف، هذا راح يكون معالج سناب دراجون 695، هذا بمعالج الدايمنسيتي. هذا شوف هنا عندك الشاشة، وهذا شوف هنا عندك الشاشة، لكن هو النظام كواجهة نفس الشيء. أتوقع هذا الشاشة راح تكون أوضح، عدد بيكسلات أكثر، فهذا راح يكون أفضل بالنسبة للخيار الجيد. أما هذا مواصفات لكن أقل مواصفات من عنده. فهذه هي مواصفات الأجهزة والفروقات تقريبا بيناتهم راح تكون واضحة بعد ما أسوي لهم شرح كامل على هاي الأجهزة. فأتوقع بعد المراجعة الكاملة راح تعرفون شنو الفروقات اللي بيناتهم، أو منو الأفضل يا جهاز تقدر تختاره حسب السعر الموجود به، ومنو يستاهل سعره ومنو ما يستاهل سعره. فهي هاي أكثر شيء اللي أنتوا إذا تردون مقارنة بين جهازين، إن شاء الله أنزل لكم مقارنة بين جهازين إذا أنتم طلبتوا. نهاية الفيديو، عندنا البرو بلس وعندنا البرو من شركة ريلمي، هل يستاهل سعرها؟ هذا البرو بلس 330 دولار، وهذا
اتوقع 250 دولار البرو، اي نسخة البرو التسعة برو. ترتيبات التحويلات الما ادري ايش، كلها سألوني عليه بالتعليقات ان شاء الله اجاوب عليكم بالمراجعة الكاملة. نهاية الفيديو، تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة، ياكم مرتضى جيحاوي وفي امان الله، تحياتي لكم.